اهلا بيكم مع فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم عن الجديد في برنامج توين موشن 2022 ابديت 2. من ضمن الحاجات المهمه اللي اضافت فيه قوي ظريفه اللي هي ان احنا بقى عندنا دلوقتي لو دخلنا في الايديت في البريفرنسز في السيستم يونت او في اليونت سيستم اضاف عندنا الميتر والانش والفوت، دول ما كانوش موجودين قبل كده. الميتر مفيد جدا لو انت بتشتغل في حاجات شغل بقى لاندسكيبنج وعاوز تدخل حاجات فيها مقاسات كبيره، فتقدر انك انت تشتغل بيه او بالسنتي وتراعي التحويل من الميتر للسنتي وهكذا. دي من ضمن الحاجات. الحاجات التانية انك انت بقى عندك دلوقتي في اللايبرري بتاعتنا ضافوا لنا اللي هي الحاجات البوزد هيومن غير الانيميتد، ان احنا بقى عندنا في اشكال جديده وقسموها كاتيجوريز، يعني ضافوا بقى ناس جديده اطفال شكلها جديد وقسموا الموضوع. تقدر بوست تعمل له كده لودنج وتقدر بعد كده مثلا تقيبه وتلفه وتحط اي طفل تاني تقدر تتحكم فيه وهكذا. دول اللي هم الثابتين غير اللي هم بيبقوا الانيميتد اللي كانوا اوريدي موجودين قبل كده، اللي هم دول اللي هو تحطه تلاقيه في حركه اللي هي تبقى بتعمل بوزنج وبتتحرك لو انت بتعمل فيديو او كده. خلاص، من ضمن الحاجات كمان المهمه جدا ان احنا طبعا عندنا، طبعا احنا قايلين قبل كده في اللي فات اللي هي الكويكسل ميجا سكانز. طبعا الكويكسل ميجا سكان اللي مش عارفها دي بتبقى لايبرري كبيره جدا، ويب سايت عليه داتا كتيره جدا وفي حاجات كتيره بتفاصيل كتيره وبكواليتي عاليه جدا، تقدر انك انت اي حاجه عاوز تدخلها. فطبعا ده فتح لنا كده اوبشن ان احنا بقى عندنا انليميتد مودلز اقدر ان انا استخدمها باي وقت. وطبعا اول مره بتيجي تنزله بيعمل علامه البلاس دي وبعد كده بينزل خلاص تقدر تشده. بص الكواليتي بتاعته بالتكتشرز بكل حاجه بالتفاصيل بتاعتها، طبعا حاجات كتيره جدا 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 وفيها طبعا تكتشرز غير الاسيتس اللي هي المودلز. في عندنا السيرفس تقدر بقى تختار ماتيريالات، تمام. فدي لايبرري اضافت للبرنامج كتير جدا. الجديد بقى كمان اللي هم ضافوه ان احنا بقى عندنا كمان للناس اللي ما تعرفش اللي هو السكتش فاب. سكتش فاب، السكتش فاب ده برضو من ضمن الحاجات اللي بقى عليه هاي كواليتي مودلز جدا برضو. فطبعا تقدروا تبصوا الموديل عندي مثلا العربيه دي انا كنت عامل لها داونلود، هتلاقوا حجمها بالكواليتي بتاعتها عاليه جدا برضو، بيضيف الرياليتي في السين بتاعك وبقى عندك لايبرري عدد لا نهائي من المودلز تقدر تستخدمها. غير انك انت طبعا تقدر لو انت عندك مودلز جاهزه معموله ب 3 دي ماكس او بالمايا بتسيفها مثلا او بي جي او انك انت بتسيفها اف بي اكس وتقدر انك انت تجيبها في الفايل بتاعك. وطبعا هنا تقدر تعدل عليه، تقدر تختار الماتيريال تقول له خلي لي فيها ريفليكشن، تقدر تغير لون العربيه، تقدر تغير في التكتشر. هي طبعا جايه مفروده بالحاجات بتاعتها، نقدر بس نغير في الالوان مثلا عايز لونها كده وهكذا، طبعا حسب انت جايب ايه، العربيه شكلها عامل ازاي والاضاءات طبعا والكلام ده كله. الحاجات الجديده كمان الظريفه ان انا دلوقتي طبعا حاجات كتيره جدا، يعني لو قعدنا ننزل بصوا في شينس جاهزه طبعا بس حجمها كبير، تقدر بقى تعمل انت داونلود وتجرب انت بتعمل اللي انت عاوزه. بصوا حاجات مثلا في حاجات كرتونيه، حاجات حيوانات وهكذا، كل ده تقدر انك انت بقيت تقدر تستخدمه وتدخله معاك، تمام. عندنا بعد كده من ضمن الحاجات الطفرات الظريفه جدا ان احنا بقى عندنا في الامبورت تقدر وانت بتعمل امبورت تقدر تعمل اكتر من فايل امبورت في نفس الوقت. لو جيت كده مثلا قلت له اوبن عندي مثلا المكان، طبعا يفضل تبقى حاططهم مع بعض عشان تقدر ايه تختارهم مع بعض. فانا مثلا عندي هنا حاجه اقول ايه مثلا ده وده، البورش دي هتاخد مني شويه وقت فخليني برضو في الحاجات الخفيفه اقول له اوبن واجي اقول له امبورت، هيقعد يعمل ريدنج للداتا ويعمل اكستراكتنج. هتلاقي الحاجات بتنزل، ممكن تعمل له او بي جي واف بي اكس مع بعض وحسب انت شغال بايه. طبعا لو جيت هنا في الجنب هتلاقيهم نزلوا عندك في الحاجات اللي هي كده، اقدر مثلا اقول له اف اقول الموديل بتاعي نزل. طبعا انا عشان مش جايبه بالفولدر بتاعه بالصور فطبعا جاي لي من غير ماتيريال، بس طبعا انا لو انا جايبه متفصص اقدر ان انا اعمل ايديت عليه زي ما انا عاوز، او بمنتهى البساطه ابيك على الماتيريال وغير الالوان بتاعت الحاجه اللي انا ايه اللي انا عاوزها. يعني دي تعتبر من الاضافات المهمه. الحاجه تانية المهمه جدا برضو اللي اتظبطت ان احنا كان عندنا في الاول لو انت عندك الموديل بتاعك، طبعا احنا عندنا موضوع الجزم ما بقاش موجود، فاقدر ان انا اقول له البيفوت بتاعي كان زمان ما اقدرش احركه، دلوقتي لا البيفوت لو جينا بصينا تقدر انك انت تظبطها على الاوبجكت بتاعك بالمنظر ده، بحيث لما تقفل تلاقي بقت قريبه من الاوبجكت ما تجيش طايره كده. طبعا احنا عندنا ده، خليني احسن امسكه من هنا، فاقدر دلوقتي لما اجي اعمل له موف او روتيت او حاجه بقت السنتر بتاعه بتقدر تتحكم فيه زي في 3 دي ماكس كده اللي هي اوبشن افكت بيفوت. الحاجه الثانيه ان انا كنت لما بعمل زوم العادي مع الوقت او في الحاجات القديمه الفيرجنز القديمه كان ساعات بيخش جوه الموديل وبيبقى الموضوع صعب شويه. دلوقتي بقى عندنا في حاجه ظريفه جدا لو دخلنا في السيتنجز بتاعتنا ان انا بقى عندي في الكاميرا ممكن اقلل فوق الفيلد اوف فيو
ان انا اخليه كده. بص، وبقدر اقرب اخش جوه التفاصيل قوي بتاعه الاوبجكت من غير ما اخترقه، من غير ما يخش يخترقه الناحيه التانيه زي ما كنت بعمل. فتقدر هنا من الفيلد اوف فيو تتحكم فيه، تقدر تظبط الموضوع. هو في الاول كان مظبوط زمان على الديفولت بتاعه اللي هي 90 ديجري، تقدر انت تعمل زوم زوم، بصوا لغايه ما تيجي ممكن ما اقدرش، بصوا مش عارف اقرب. فتقدر تخش من الفيلد اوف فيو تقرب قوي قوي بالراحه، تقدر تشوف التفاصيل بتاعتك زي ما انت عاوز. تمام، بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده. طبعا في شويه حاجات تانية بس انا اتكلمت على الاساس قوي اللي هو فعلا يضيف حاجه جديده للسين بتاعنا وضاف كتير للبرنامج بتاعنا. وانتظروني في فيديو جديد ممكن اشرح فيه تفاصيل اكتر من كده. شكرا.